100 جنيه. اي محل مش هيكون قدامه صندوق للقمامه مخصص للمحل ده هيتم توقيع غرامه 300 جنيه على المحل، والغرامه دي هتبقى غرامه فوريه لازم هنحصلها. المحل اي مبنى هيبقى قدامه ردش، هيبقى قدامه كسر بلاط، هيبقى قدامه اي حاجه، يتم عمل محضر مباشره وتوقيع غرامه ماليه. الكلام ده قرار هيطبق من بعد العيد مباشره، بعد عودتنا اعتبارا من يوم الاثنين هيتم توقيع كل الكلام اللي احنا بنقوله ده، هيتم تنفيذه اعتبارا من يوم الاثنين اللي بعد العيد مباشره.